ناخذ السائل ساعد معنا على الخط. ساعد تفضل. عليكم. عليكم السلام يا شيخ صالح، مساك بالخير. جزاك الله بالخير يا شيخ صالح، اشهد الله رب العرش العظيم اني احبك في الله. جزاك الله خير. نعم، الله ينعم عليك دنيا واخره. يا شيخ انا عندي سؤال طال عمرك وابغى انك تفتيني فيه. حسب ما قال الله في كتابه يقول واسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. السؤال يقول هل لابن البنت اذا توفت امه بعد ابيها له الحق ان ياخذ نصيب امه المتوفاه؟ واذا كان الجواب لا، بما تنصح القضاة الذين يورثون ذوي الارحام بوجود اصحاب الفروض ويشرعون شرعا لم يشرعه الله؟ وجزاك الله خير عني وعن جميع المسلمين. والله يا اخي القضاة انا لست مرجعا للقضاة، مرجعهم وزارة العدل، فاذا كان عندك اشكال او اعتراض على واحد منهم قدموه للتمييز، قدموه للاستئناف وهم ينظرون فيها الاعتراض هذا هل هو صحيح أو غير صحيح، وهم الذين يعرفون المواريث وترتيبها على المستحقين، فراجع القضاة. نعم.